إمكانية التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى وأبرز ما يطرح إسرائيليا بخصوص هذا الموضوع مع ضيفنا أنتانوس شحاده الباحث في مركز مدى الكرمل ينضم إلينا من حيفا. أهلا وسهلا بك معنا. إذا أخذنا بكلام المتحدث باسم الخارجية القطرية، والكلام القطري مهم جدا بالنسبة للشارع الإسرائيلي، كيف يفهم الوضع؟ في أي نقطة نقف الآن من حيث صفقة محتملة لتبادل الأسرى؟ مساء الخير. يعني لا، واضح انه احنا في نقطة المفاوضات. يعني اسرائيل معنية، اسرائيل تريد التوصل الى اتفاق، ولكن وفقا للاطار اللي طرحته اسرائيل، اي ان لا تكون الوقف اطلاق النار، ان لا يؤدي الى وقف الحرب، هذا شرط اسرائيل. ثانيا، بالنسبة لمفتاح يعني عدد الاسرى الفلسطينيين الذين سيحرروا مقابل كل اسير ومخطوف اسرائيلي، وتريد عمليا إبقاء إمكانية لاستمرار الحرب بعد وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل معنية أن يعني تصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان الفضيل، وكذلك الوسطاء يعني قطر، مصر، والولايات المتحدة، وكذلك حماس معنية باتفاق لتخفيف العذابات شعبنا في غزة، وهذا القتل والدمار الهائل الذي يحدث في غزة. وكل طرف الآن يحاول عمليا استعمال الحرب النفسية والتضليل أيضا لتحقيق أهدافه، وعمليا تقليل من الأثمان التي سيدفعها. نتنياهو بالمبدأ يريد التوصل إلى اتفاق، ولكن لا يريد أن يخسر الدعم للحكومة، لا يريد أن يؤدي اتفاق مع حماس إلى وقف إطلاق النار، إلى تفكك التحالف اليمين، نواة التحالف القائم يعني 64 عضو كنيست اللي عند نتنياهو، بدون حزب المعسكر الرسمي لا يريد جانس صفقة وأيتني. سلبية بحسب وجهة نظر اليمين المتطرف، لكن ما هي الصفقة المقبولة بالنسبة لنتنياهو؟ هل هي الخريطة التي أعلن عنها مثلا؟ وهل هناك يعني تفصيل آخر مهم سيد إمتانوس، هل من الممكن أن تكون هناك مرونة إسرائيلية في التعامل مع أي مقترحات أو تعديلات من قبل حماس على هذا الاتفاق الذي صدر من باريس؟ يعني هذا المقترح الذي نشر اليوم وصدر، هذا طبعا مقترح متوقع ان لا يكون المقترح النهائي. بالنسبه لنتنياهو، يعني الوزراء اليمين المتطرف سموتريتش وبن غفير متوقع ان يعارضوا اي اتفاق لوقف اطلاق النار مع حماس. بالنسبه لهم يريدون استمرار الحرب على غزه، القتل والدمار، ويريدون احتلال كافه يعني قطاع غزه والسيطره عليه وضمه لاسرائيل مثل الضفه الغربيه، هاي اهدافهم، ويقولون ذلك بشكل واضح انهم يعارضون اي اتفاق. لكن بالمقابل هناك ضغوطات تدفع باتجاه الاتفاق، اولا ضغط اهالي الاسرى والمخطوفين. الحزب المعسكر الرسمي يريد التوصل الى اتفاق ويتبنى موقف اهالي الاسرى والمخطوفين، ونتنياهو في يعني في وسط هذه الضغوطات يحاول المناوره بين الضغوطات التي تعارض الاتفاق والضغوطات التي تؤيد الاتفاق. ناهيك انه الاداره الامريكيه تضغط بشكل واضح، وسمعنا اليوم الرئيس الامريكي بايدن يعني ينتقد الحكومة الإسرائيلية ويقول إذا استمرت في هذا النهج قد تفقد دعم العالم، وهو يقصد دعم الإدارة الأمريكية بالأساس. هو يلوح ويلمح أنه دعم الإدارة الأمريكية بات يمكن أن يتغير، خاصة بالنسبة لصفقة التفاوض. أمام هذه الضغوطات على إسرائيل، أعتقد أن نتنياهو سيستمر بالمناورة، سيستمر بالمفاوضات إلى أن يصل إلى يعني إطار يمكن أن يمرره بالحكومة الإسرائيلية. طيب ما هي حدود التنازل المقبول بالنسبة لنتنياهو إسرائيليا الآن؟ كيف؟ بما أنه يفكر في الاستمرار في المفاوضات، ما حدود التنازل المقبول بالنسبة له وللشركاء؟ طبعا لا نعرف، لا بالنسبة لليمين المتطرف مرة أخرى سموتريتش وبن غفير يعارضون ذلك تماما، ولكن نتنياهو لا يريد معارضة داخل حزب الليكود. يعني بالنسبة لنتنياهو أن يصل إلى اتفاق مقبول، بمعنى اتفاق أن لا يمنع، أن لا ينهي، أولا أن لا يكون يعني مدخل لنهاية الحرب على غزة بالنسبة لإسرائيل، وأن يكون إمكانية للعودة إلى الحرب بعد وقف إطلاق النار، أن يكون لفترة زمنية محدودة، وأن يكون مفتاح إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية مقبول على المجتمع الإسرائيلي، لأن هناك ضغط بالمجتمع الإسرائيلي باتجاه يعني صفقة تحرير أسرى، وأن لا يكون من ضمن ذلك سجناء أو أسرى فلسطينيين يعني من القيادات الفلسطينية بالسجون الإسرائيلية، وأن يبقى على تواجد الجيش الإسرائيلي في غزة، أن لا يكون معنى وقف إطلاق النار انسحاب للجيش الإسرائيلي من كافة مناطق قطاع غزة الذي احتلها
في الحرب الحالية، طيب إذا لأنه كان إن الموضوع مرتبط سيد انطونيوس بنقطتين التي ذكرتها الآن، موضوع وقف إطلاق النار غير مطروح، انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة غير مطروح بالنسبة لا، لنتنياهو، وقف وهي إطلاق شروط نار مهمة مؤقت. بالنسبة لحماس، هل من الممكن أن يكون هناك مرونة لدى الجانب الإسرائيلي في التعامل مع أي ملاحظات تأتي من قبل حماس الآن؟ نعم، بالممكن سيكون مرونة بالتعامل بقى، يعني في حدود هذا الإطار. يعني حماس الآن تريد وقف إطلاق نار، وتعتقد أنه سيكون مدخل لوقف الحرب، يعني وقف دائم للحرب. نتنياهو لا يضمن ذلك، ولا لن يوعد بذلك، ولن يقبل بذلك، ولكن ربما الوسطاء أو الإدارة الأمريكية يعني توصل رسائل لحماس أن وقف طويل لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، شهر أو شهرين، مع تمديد الفترة، يمكن أن يؤدي إلى تآكل الرغبة الإسرائيلية باستمرار الحرب، يعني ويمكن أن تكون هناك بدايات لوقف إطلاق النار، يمكن أن تؤدي إلى وقف الحرب. يعني وقف إطلاق الحرب ممكن أن يكون تدريجي، دون أن تعلن ذلك إسرائيليا، دون أن تعلن عن ذلك رسميا، أو أن يكون ضمن الاتفاق. ممكن أن يكون وقف إطلاق نار لمدة 6 أسابيع، لكن شهر، ما قابل تم للتمديد مع الإفصاح عنها استمرار. حتى الآن سيد مطانس هو مناقشة للمرحلة الأولى فقط، لم يتم مناقشة المراحل صحيح الأخرى. صحيح طيب في هذه صحيح، النقطة دعني ولكن أسألك فيما أتوقع أن يتعلق تكون إمكانية التمديد. بالموقف الأمريكي، وسأدعك تكمل هذه الفكرة. القناة 18 العبرية تتحدث نقلا عن تقرير عن شبكة ABC بأن بنيامين نتنياهو تفاجأ لحظة إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أن الاتفاق قد يتم التوصل إليه يوم الاثنين المقبل. لماذا هذا التفاجؤ؟ لماذا هو متفاجئ؟ مع العلم بأن هذه الوثيقة أولا أصلا وصفت بأنها وثيقة أمريكية. صحيح، لا هو متفاجئ من الادعاء أنه سيكون وقف إطلاق نار أو اتفاق يوم الاثنين، لأنه لغاية الآن لا يوجد اتفاق على وقف إطلاق النار، ولا يوجد اتفاق على الصفقة. وطبعا لأنه تصريحات بايدن هذه تحرج نتنياهو، يعني وكأنه نتنياهو يكون في مظهر كأنه لا يقول الحقيقة للمجتمع الإسرائيلي، أو كأنه يكذب أو يخبئ أمور ما على المجتمع الإسرائيلي وعلى شركائه في الحكومة. طبعا هذا يحرج نتنياهو ويخلق توتر داخل الحكومة، خاصة من اليمين المتطرف، ولكن أيضا داخل حزب الليكود. نتنياهو لا يريد أن يفقد السيطرة أو يفقد دعم وزراء الليكود ودعم حزب الليكود، هذا مهم جدا لنتنياهو. لذلك هذا يحرج نتنياهو، وعلى الفور أصدر بيان، يعني واليوم يوم عطلة رسمية في إسرائيل بسبب انتخابات السلطات المحلية، ولكن بشكل عام الأنظار متجهة إلى المفاوضات. المفاوضات قد تكون يعني اتفاق مرحلي، ولكنه قابل للتمديد. هذا ما يمكن أن تبني عليه حماس، أن يكون في تمديد لوقف إطلاق النار، وأن يكون تداعيات وضغط على إسرائيل للاستمرار بوقف إطلاق النار لتطول الفترة، ربما يتحول إلى وقف دائم للحرب. أنا أستبعد ذلك، لأن إسرائيل معنية جدا باستمرار الحرب، وإسرائيل تهدد بعمليا اجتياح بري لرفح، وتدعي، ونتنياهو قالها، أنه دون السيطرة على محور صلاح الدين فيلادلفي إسرائيل ستخسر الحرب. يعني الأمور لغاية الآن غير واضحة، ولكن أتوقع أن يكون تقدم في المفاوضات، وأن يتم التوصل إلى صيغة ما قبل بداية شهر رمضان الفضيل، لأن كافة الأطراف معنية بذلك، الوسطاء وإسرائيل وأيضا حركة